بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين، خاصة الصلاة على مولاي المهدي واللعن على أعداء المهدي إلى يوم الدين. هنالك قصة وحدث حدثت في أيام رسول الله، عوالي اللآلي تروي هذه القصة. يقول إن أبا غرة الجمحي هذا رجل وقع في الأسر يوم بدر، قلة كانوا أسراء بدر ولكن هذا أحدهم، فقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إني ذو عيلة فمن علي، عندي أطفال صغار، أن لا أعود للقتال. وعد النبي قال أنا بعد ما أرجع أقاتلك، بس أنت اسمح لي بنفسي حتى أرجع. خب تدرون أيام بدر رسول الله ما كان له الحق بأن يأخذ أسرى، وما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ما دام النبي ما متسلط في الأرض وما متمكن من إقامة الدولة الإيمانية الإسلامية، خب ما يصير يتخذ أسرى. هذا الرجل مر إلى مكة وقال سخرت بمحمد، يقول استهزأت بالنبي فأطلقني. وبعد فترة عاد للقتال يوم أحد، بعد سنة من معركة بدر قامت معركة أحد وعاد، فدعا عليه رسول الله ألا يفلت فوقع في الأسر. هم في أحد الأسراء كانوا قلة، بس النبي دعا عليه هذا فسقط في أسر رسول الله. فقال يا رسول الله إني ذو عيلة فمن علي، فقال حتى ترجع إلى مكة فتقول في نادي قريش سخرت بمحمد لا يلسع المؤمن في جحر مرتين، وقتله بيده. لا يلسع المؤمن في جحر مرتين، إذن فهذه من كياسة وفطنة المؤمن، أنه من باب واحد ما ينخدع مرتين. هذا الذي كنا نريد أن نقوله، أن نقوله في تربية أنفسنا وأولادنا وبيئتنا. الصفة الثامنة، هنالك صفة في المؤمنين، هذه الصفة هي التحدث. المؤمن يفتح قلبه على حديث الغيب، يعني على كلام الملك. هنالك حديث ووسوسة شيطانية في قلوبنا، وهنالك حديث وكلام من الملائكة. مرة الملك يتكلم إليك، مرة الشيطان يوسوس لك. كيف نميز بين وساوس الشيطان وحديث الرحمن؟ هذا اللي احنا لازم يصير عندنا رفع الحجب، يعني القلب يكون جاهز بعيد عن حب الدنيا، تعلقات الدنيا. هذا تفهيم الله له يقع في قلبه، الاستعاذة من الشياطين دائما تكون موجودة، والإنسان يحصن قلبه ويستعد لهذا حديث الملك. طبعا بالنسبة للأئمة والأنبياء هذا الحديث يكون من روح القدس، والنبي مسدد ومؤيد بروح القدس، الإمام مسدد بروح القدس، ولكن المؤمن أيضا مسدد ومؤيد بحديث الملائكة. أتلو عليك آية من القرآن وأضرب مثلا وقصة يعني استيعاب هذا المعنى، نقدر نطبقه في الحياة. الآية الكريمة تقول وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، خاصة في هذا الزمن هاي الآية تنطبق، اللي في غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه وغيبة السبب المتصل بين الأرض والسماء، احنا نحتاج لهذا الدعم الغيبي. أوحى ربك إلى النحل، النحل هنا شيعة محمد وآل محمد، شيعة علي، الله يوحي إليهم، يوحي إليهم يعني يحدثهم ملك.
كما أن الآية تصرح أن هنالك وحي للنحل، كما أن الآية تصرح أنه هنالك كان وحي لأم موسى وأوحى ربك بل أن اقذفيه في اليم، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. خب هذا الوحي لأم موسى، أم موسى مو نبية، وأم موسى إنما هي مؤمنة صالحة، الله يوحي إلى قلبها أن تفعل بوليدها، تضعه في تابوت وتلقيه في البحر في النهر في اليم، فليأخذه عدو لي وعدو له. إذن هنالك قضية حديث الملائكة، أروي في ذلك عن الرضا سلام الله عليه، عبيد بن هلال يقول سمعت أبا الحسن الرضا يقول إني أحب أن يكون المؤمن محدثا. قال قلت وأي شيء محدث؟ قال المفهم، اللي يحتاج منك فرد إرادة، أن تريد الله تعالى، تطلب من الله أن يفهمك دائما، واستفهم الله يفهمك، يفهمك بسبب فرد ملك يجي يحدثك وأنت تفهم ما يجب عليك من فعل، ويعني تخرج من الحيرة. هذه صفة سابعة. أما الصفة الثامنة فهي صفة مهمة، القناعة. المؤمن قنوع، لن يلقى المؤمن إلا قانعا، يعني حقيقة لا يعني لا نربي أولادنا وأنفسنا على الحرص، لا يا أخي، أكثر من رزقنا خو ما نحصل، هذا رزقنا هو اللي يوصل إلنا، أكثر من هذا ما يبلغنا ولن يصلنا، بمقدار اللي الله يقدر هو رزقنا ويصل إلينا، فنعيش على القناعة. القناعة كنز لا تفنى، القناعة أغلى الأثمان، والقناعة هو أغلى ملك وأغلى مال يملكها الإنسان. تعيش القناعة، ليش تعيش القناعة؟ لأن أنت عبد، أكثر من رزقك ما تحصله، وإذا نفقت النفقة في محلها اعلم فإن الله يخلفه، الله يعوضك عن تلك النفقة وذلك المال. والفلوس وإحنا شو نسوي به غير هذه الفلوس حتى يصير رزق لأجسامنا وبطوننا وعيالنا؟ خب هذا الرزق، هذا المال إذا كان للترك جمعها، فما باله متروك به المرء يطمع، إذا كانت الأموال للترك جمعها فبام باله متروك به المرء يطمع. إذا تريد تتركه وتروح خالي اليدين، صفر اليدين، هذا المال كثيرة وقليلة، شنو نفعه، شنو فرقه؟ كان أهل البيت عليهم السلام، سيدهم أمير المؤمنين عليه السلام يقول يا صفراء يا بيضاء غري غيري، أجفد واحد يطلب من علي المال، فقال أمير المؤمنين لقنبر اعطه، قال سيدنا شطي له، أعطي ذهب وفضة، قال أعطيه أنفعه ماله، شوف هو شو يريد، شو يشتهي، أعطي له، يريد ذهب أعطي ذهب، يريد فضة أعطي فضة. يا صفراء يا بيضاء غري غيري، يا صفراء يا بيضاء غري غيري. إذن القناعة كنز لا تفنى. عن الصادق صلى الله صلوات الله وسلامه عليه قال المؤمن في الدنيا يأكل بمنزلة المضطر. عجيب، مثل واحد مضطر مرغم أن يأكل، أو مثلا حديث الباقر هنا يفيدنا سلام الله عليه، قال أنزلت الدنيا منزلة الجيفة، أخذ منها عند الاضطرار، يعني مثل واحد بعد دا يهلك من الجوع يأخذ من الجيفة بمقدار أن لا يموت. هكذا كان أهل أكل أهل البيت عليهم السلام، طويل جوعهم، طويل صيامهم، طويل قيامهم، هذا هو المؤمن. فإذا نربي أولادنا، نربي أنفسنا في بيوتنا لا على الجشع والطمع والحرص، وبعد مثلا هسه حتى الإنسان يكون وافر المال، بس هذه القيم لا يخسرها لا يفقدها، نعيش القناعة، نعيش التواضع، نعيش الضعة، نربي أولادنا وبناتنا على الضعة. مثلا من الأمور اللي أنت لازم تراعيها، خب هاي بنتك باكر يجيك واحد يخطبها منك، أنت إذا يومية في بيتك مربيها
على الدلال والحنان والوفرة والراحة، باشر في بيت زوجها تجد التقشف والفقر، خب ما تدري هذا الزوج منه، هذا النسيب اللي يقدم عليك منه، صالح الدين صالح الإيمان تكليفك إذا أجت زوجه، خب أنت هذه بنتك راح أنت حقيقة تؤذيها في بيت بعلها، أنت تكون سبب أن هاي تطلع من عاداتها إلى دون شأنها في رفاهية العيش. طبعا النسيب راح يرفع من معنوياتها ودينها وإيمانها، لكن أنت اليوم ربي بيتك، اجعل بيتك بيت قناعة، بيت ضعة وإن كنت وافر المال. اللهم نبهنا من نومة الغافلين وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.